تحت شعار عصرنا وتنويع الإنتاج الفلاحي دعم لأمننا الغذائي في مواجهة الأزمات. وبمناسبة اليوم الوطني لإرشاد الفلاحي، انطلقت رسميا حملة الحرث والبذر بمقر تعاونية الحبوب والبقول الجافة ببلدية ولاد فارس، التي نظمتها الغرفة الفلاحية بالتنسيق مع مصالح مديرية الفلاحة. وحسب القائمين على القطاع، فإن هذا الموسم يعول عليه كثيرا لما له من أهمية في دعم الاقتصاد الوطني وتنمية ثورة الحبوب، التي كلفت خزينة الدولة أموالا باهظة في سبيل الاكتفاء الذاتي، خاصة أن ولاية شلف تسخر بأراضي فلاحية ذات مردود جيد كفيل بالنهوض بهذا القطاع. على كل إن اليوم إن شاء الله حقيقة راهو يوم إرشاد الوطن، هذه 1 أكتوبر هو اليوم الإرشاد الوطني، والانطلاق كذلك الحملة تاع موسم الحرث والبذر ل 2021، أي انطلاق الموسم الفلاحي. على كل إن في هنا درناه في التعاونية تاع الحبوب، وين كانوا الفلاحين وكل المنظمات راهي متواجدة، خاصة يعني عندنا إعداد خارطة الطريق. وزارة الفلاحة راهي دايرة خارطة الطريق تاع إن شاء الله مخطط الخماسي، وين تتركز عليه تطوير المساحات النسقية تاع المحاصيل الكبرى. هذا هو الهدف الأساسي، يعني الرش المحوري وما إلى ذلك، يعني إن شاء الله بربي باش يكون هذا هو المحور الأساسي في المخطط الخماسي. نظرا حقيقة عام السنة راهو جانا نظرا النقص تاع سبق الأمطار، المحاصيل كانت ناقصة شوية بالمقارنة تاع العام الماضي، ولكن رغم ذلك يعني الفلاحين كانوا متواجدين بالإنتاج تاعهم في وقت كورونا، وين كان على أولدو كانت متواجدة بكل الأسواق يعني المنتوجات وبأسعار معقولة. الحمد لله نثمن المجهودات هذه، وإن شاء الله الإدارة راح ترافق كل التسهيلات من الشباك الموحد، من تكون التسهيلات وكذلك تكون تسهيلات أخرى إن شاء الله. شكرا. باسم السيد الوالي الولاية نيابة عنه، أعطينا إشارة انطلاق موسم الحرث والبذر لسنة 2020، وكانت لنا وقفة يعني مع الفلاحين للاستماع إلى انشغالاتهم، وراني نشوف كل الأجهزة المعنية بموضوع الفلاحة مهتمين وحاضرين هنايا لمرافقة الفلاحين من أجل توفير البذور لانطلاق هذا الموسم، اللي نتمنى إن شاء الله يكون المنتوج في سنة 2020 موسم 2020-2021 يكون أحسن من هذه السنة، اللي لاحظنا أن نسبة المحاصيل كانت مجحفة نوعا ما، ولذلك نتمنى إن شاء الله تكون هذه الانطلاقة يعني قوية، مادام مصالح الدولة المختلفة تعمل على تذليل كل العراقيل من أجل تمكين الفلاحين من الحصول على البذور والانطلاقة في الموسم. وشكرا.